صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الاثنين 3 آب. النفايات بشوارع لبنان، الملف الأبرز وانعكاسه على السياحة بتقرير خاص، أمسية باريسية من بيبلوس مع ميراي ماتيو، وإصدار فكر جديد مع زميلتنا مريم الحاج، وغيرها من التقارير رح منكون على موعد معها. أما ضيفتنا لليوم فهي عايدة جمعة من مؤسسي جمعية ماراثون حرمون، لنحكي أكثر على الماراثون يلي رح تشهده منطقة مرج عيون. إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا على الخط أستاذ وسام عبد الله. صباح الخير. أهلا، صباح النور. كيفك بهالشوبات؟ شو كيفنا بهالشوبات؟ يعني الويك اند كان نار. اكيد قصة حرارات مرتفعة جدا جدا، يعني الواحد ما عرف وين كان بده يتخبى، لا قادر يتخبى في البيت ولا قادر يظهر لبرا. نعم. الحقيقة يعني طقسنا بعده طقس صيفي حار ورطب عم بيكون مسيطر الحوض الشرقي. اليوم طقسنا حيكون غائم جزئيا الى غائم، حنبلش نشوف انخفاض درجات الحرارة، بس هالانخفاض يعني ما بعرف قد ايه حنحس فيه، لسبب انه في عندنا غيوم كتير ورطوبه عاليه. حلو. والهواء بدل من وقت لتين شوي قوي، بدله عم بجيب هالحراره. السخن يعني. ايوه، بدله عم بجيب هالحراره من منخفض جوي متمركز فوق الخليج، وعم بتكون الكتل الهوائيه شوي حاميه فيه. فالمنخفض الجوي عم بيجيب هالكتل الهوائيه كلها وعم بجمعها عنا. نحن الاكلين الضرب بكل شيء. نعم، فمستمرين بهالطريقه حيضل يكب علينا هواء سخن، فعشان هيك صحيح في عنا انخفاض درجات الحراره، بس الاحساس بالشوب دائما حيضله موجود اليوم. طيب لاي متى باقي هالهواء السخن؟ هلا اليوم مثل ما انا تنخفض الحراره والثلاثه كمان تنخفض الحراره والاربعه تنخفض الحراره، بس هي بكره بشكل بسيط شي درجه وبعد بكره شي درجه، واليوم بتنخفض شي درجتين، ما بين درجتين او 3 درجات. نعم، واكيد مش رح نحس بهالانخفاض. ايه، بدل قلنا السبب لانه في عنا دائما هالغيوم اللي عم نشوفها معبقه بالسما كمان نتيجه الحرائق اللي عم بتكون، هذا كله بيعطي نوع من الـ الافيه لوكال الحراره، يعني بمنطقه بتلاقي في عندك حراره اكثر من منطقه، اضافه لمثل ما قلنا كمان الرطوبه العاليه، فالحرارات حتكون اليوم ممكن 33 على الساحل، بس حتحسي انه بعدها اعلى الحراره. نعم. دائما الحراره اللي عم تتسجل عنا عم بيكون احساس الشوبات اكثر بالمناطق اللي نحن عم نكون متواجدين عليها. بالجبال عم بيكون في شوب اكثر حتى من مناطق الساحليه. صح، لانه هو رح يضل نفس الشيء. مزبوط تقلك، لانه هو المصدر كده الهوائي الحاره عم بيكون بالخليج. الهواء عم بلف وعم بيجيبه على طرف السلسله الشرقيه، وما بين السلسله الشرقيه والمناطق الجبليه ما عم تقدم هي على الساحل كتير، يعني الهواء بيجي. لكن يبقوا ببيروت العالم احسن، ما يهربوا على الجبال. لا، وين العلقه ما هيك الاي سي، اي سي ما عم بيعمل شيء الاي سي بهالايام. اذا اجت الكهرباء ممكن يعمل الاي سي. وإذا اجت مروحه على الايد بتهوى فيها. طيب هيدا الكتير شوب، يعني هيدا الطقس الكتير مشوب، لاي متى رح يبقى؟ لثلاث ايام اللي جايين. اوكي، ومن بعدها رح نصير شوي الامور تتلحلح يعني. صحيح، بتتلحلح اذا تلحلح الضغط الجوي، منخفض الضغط الجوي اللي موجود في المناطق الخليجيه، لانه مثل ما عم بقول لك هو لو في عندك انت منطقه من الضغط الجوي المرتفع، فشو بصير بهالهواء السخن؟ بيتطيشر، بس لانه في عندنا لو بريشر يعني منخفض جوي وعم بيجي متمركز فوق الخليج وفي كتلة هوائية دافية عم بجمعها كلها بيبرمها وبيجيبها لعنا ما بين مناطق، يعني سلسلة لبنان الشرقية، مناطق البقعية والمناطق الجبلية. طيب. عشان هيك عم تتمركز أكثر شيء الحرارات المرتفعة بهول المناطق اللي احنا عم نحس فيها بحرارات عالية. على الساحل اليوم قد ايه رح تكون درجات الحرارة؟ هلا بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل من 25 ل 33، بالجبال من 29 ل 34، الأرز من 23 ل 30، بالبقع من 25 ل 39، يعني بعدها دائما البقع محل ما عم بتكون مثل ما قلنا اللي هو الكتل الهوائيه عم بتلف عليها، المناطق البقعيه 39 والمناطق الجبليه 34 35. بالارز 30 يعني، يمكن هاي بعد ما سجلوها. لا شك في تسجيل حرارات شوي عالي سجلت عنها هاليومين ثلاثه. نعم، انخفاض الحراره ببلش من بعد الظهر؟ ايه، من بعد الظهر اليوم. أوكي. وبكفي هاليومين ثلاثه انخفاض الحراره. نعم، استاذ وسام بكره بنرجع باتصال جديد معكم. ان شاء الله، على امل ان شاء الله كمان تبرد اكثر بهاليومين. ان شاء الله. لك ان شاء الله بردات حلوين. جارات، صباح الخير. صباح الخير جوال. صراحة رجعنا شوبنا هلا على الحديث عن حال الطقس. جولة على عناوين صحف بيروت لبداية هالأسبوع بنبداها هلا.
طبعا اخبار الحر هي كمان طغت على معظم صحف بيروت لليوم. البدايه مع صحيفه النهار: المجتمع الدولي يتخلى عن تعليم اللاجئين، التيار قدم مبادره للتعيينات لا للتمديد. هل تدخل الحكومه في عطله قصريه تمتد الى ايلول فتمرر التمديدات؟ تصدير النفايات لم يطرح جديا والمتقدم عليه شبهات ماليه. افتتاحية النهار لليوم بألم نيلة ويني حملة عنوان: كيف نكون مع الجيش؟ هجوم انتحاري للعمال الكردستاني بشرق تركيا، ودير ميطاش يتهم أردوغان بالاستعداد لإقفال حزبه. وختاما: الجيش السوري يتقدم في رفاي حما واللاطقية، كاري ولافروف والجبير يناقشون الأزمة السورية. والصورة اللي عم نشوفها هي لرواد مبارح شاطئ الرملة البيضاء، يلي طبعا اختاروا شط البحر للهرب من درجات الحرارة المرتفعة. ننتقل إلى صحيفة السفير: مفاجأة بري، لن أعطي صوتي لعون إلا إذا. النفايات تهدد بيروت مجددا، ورواتب أيلول غير مضمونة. والصورة كمان عم نشوفها التقطت امبارح من منطقة بيروت، عم نشوف كمان أحد الشبان يلي اختار كمان أنه يهرب من الحار على طريقته الخاصة، بس بنفس الوقت كمان وبالتعليق على الصورة: موجة حرائق كتير امبارح اجتاحت لبنان، تقريبا تم توثيق 100 حريق. بالعناوين الأخرى بصحيفة السفير: كاري ولافروف والجبير في الدوحة، إيران واليمن وسوريا وداعش. ننتقل إلى صحيفة الحياة: تعزيز التعاون العسكري الأمريكي المصري، اجتماع تشاوري خليجي لتنسيق المواقف عشية اللقاء مع كاري ولافروف. مجموعة شباب المنارة تكفيرية متطرفة، ضبط خلية إرهابية هدفها أعلان الخلافة في الإمارات. التحالف ينزل 1500 جندي في عدن لتأمين المدينة وتمهيدا لعودة الرئيس والحكومة إلى اليمن. وختاما: غسان شربل عنوان مقالته لليوم: ويلات حرب وخيبات سلام. ننتقل إلى صحيفة المستقبل: عروض جدية لتصدير النفايات، الشرخ يتسع بين عين التين والرابي، وبري يحث سلام على تطبيق الدستور ووزرائي معك. الصورة عم نشوفها حملت عنوان: ساحة الشهيد العقيد نور الدين الجمل، وامبارح تم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وإطلاق اسم الشهيد نور الدين الجمل على الساحة المقابلة لجامع عبد الناصر بمنطقة كورنيش المزرعة لمناسبة مرور سنة على استشهاده. بالعناوين الأخرى بصحيفة المستقبل: كاري، إيران بلا سلاح نووي أفضل للمنطقة، انتقل إلى الدوحة للقاء لافروف والجبير وبحث أزمتي سوريا واليمن. تعزيزات عسكرية لاقتحام قاعدة العند وانكسار للحوثيين في مأرب وتعز. وختاما: الأرز يتألق في مهرجانه مجددا. بصحيفة الأنوار أبرز العناوين: لبنان يواجه حرارة الجو والحرائق وخطر توقف الحكومة عن الاجتماع. قهوجي في تكريم الرئيس الراحل فؤاد شهاب: لا يزال حيا في ذاكرة الوطن. اندلاع 100 حريق في يوم واحد. السيسي يلتقي كاري مع بدء الحوار استراتيجي بين القاهرة وواشنطن. وختاما: الشيخ محمد بن زايد يؤكد أهمية الدور السعودي. من الأنوار إلى صحيفة اللواء: الاعتمادات المالية والنفايات تسابق الآلية إلى مجلس الوزراء الأربعاء. الكهرباء على الوعد يا كمون، وعون يؤكد القطيعة مع المستقبل. لبنان يسهر بلا سياسة من الساحل إلى الجبل. والصورة اللي عم نشوفها من افتتاح مهرجانات البترون الدولية، والمغني العالمي شارل أزنافور يلي قدم حفلته بواحد الشهر. بالعناوين الأخرى باللواء: لجان التنسيق تعلن انسحابها من الائتلاف، هجوم مضاد للنظام وحزب الله في سهل الغاب. العنوان العريض بصحيفة البلد لليوم: موجة حر وحرائق واستحقاق التعيينات يدهم النفايات. حتى الطقس عنوان الصورة اللي عم نشوفها بصحيفة البلد، وحتى المناخ تآمر مبارح على لبنان بدرجات الحرارة طبعا يلي شدناها. بترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار: اللبنانيون إلى الشواطئ والأنهار للحد من موجة الحر. والصورة اللي عم نشوفها هي لبعض المواطنين مبارح بنهر الأول بصيدا، يلي هن كمان اختاروا الهروب من شوب على طريقتهم الخاصة.
مقبل للتمديد لقائد الجيش. النظام يسترجع أراضي بالقرب من اللاذقية. وختاما كري عودة متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. أما بترجمة لالوريون لجور وعناوين لليوم، معارك محتدمة على حدود اللاذقية. بينما كانت الحرائق تجتاح الغابات، والصورة اللي عم نشوفها بصحيفة لوريون لجور، كمان الصورة اللي تحتها هي لبعض كمان لعدد كتير كبير من المواطنين يلي امبارح كمان قصدوا الشواطئ اللبنانية، وطبعا عم نشوف التناقض الكبير بين الصورتين. بالتناقض الكبير بين الصورتين. وختاما وعد بعاصفة هادئة مع مارسيل خليفة، ومقابلة مع الفنان مارسيل خليفة يلي رح بيقدم أمسية بخمسة آب بمهرجانات بيت الدين بتحمل عنوان وعود من العاصفة. من لوريون لجور إلى صحيفة الشرق، كارثة النفايات تراوح وسلام متجاوب مع الترحيل. الراعي لم يعد مقبولا الفراغ الرئاسي والمجلس المعطل والحكومة المتعثرة. قهوجي، الجيش حجر الزاوية بإعادة بناء لبنان القوي. الحرائق تأكل الأخضر واليابس. وختاما كري، الاتفاق النووي يجعل مصر والمنطقة أكثر أمنا. من الشرق إلى الشرق الأوسط، تمرد داخل قوات صالح، والحوثي يقر بهزيمته ويرحب بحل سياسي. التحالف يرسل تعزيزات عسكرية إلى عدن، وانطلاق السهم الذهبي في أبين ولحج. الملك سلمان يصل إلى طنجة. لقاء الدوحة الثلاثي سيبحث محاربة داعش وميليشيات إيران في سوريا. كري يصحح سوء الفهم مع القاهرة قبيل لقائه نظرائه الخليجيين. بصحيفة الأخبار، العنوان الرئيسي لليوم التمديد لرئيس الأركان الأربعاء، والمعركة تستعر حول مديرية المخابرات. وجولتنا بنختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية، وبأبرز العناوين: الاستقرار والليرة والحكومة خط أحمر، قصة الفيدرالية والخطوط الحمر الجديدة، أرسنال يهزم تشيلسي ويرفع كأس التحدي. وختاما الصورة اللي عم نشوفها هي لعائلة العقيد الشهيد داني حرب، امبارح خلال قديس ترأسوا المطران بولس مطر بذكرى مرور عام على استشهاده. وهيك منكون وصلنا على ختام جولتنا على صحف بيروت. منتوقف هلأ مع فاصل إعلاني، ومن بعد جولة ثقافية وفنية مع جوال. بجولة على أبرز المواعيد الثقافية وضمن سلسلة المحطات التكريمية يلي عم بتنظمها بلدية الحزمية لفنانين عاشوا بها البلدة، كان مؤخرا تكريم للفنانة سميرة توفيق، وموعد جديد بستة آب مع تكريم للفنانة سلوى الأطريب على مسيرة طويلة بعالم الفن والتمثيل بساحة الحزمية الساعة 8:30 بالليل. ورح يكون حاضر بهالحفل التكريمي بنتها للمكرمة ألين لحود يلي رح تعيد أغاني لسلوى سلوى الأطريب. بنسمع سوا. لما شفتها ما بتكفي صيتك من قلبي وعيني على نبع المي على نبع المي علي قلت اللي عطشان سقيني شوي يا صديق من مية لبنان من ايدي شربت الشفي لما شفتها ما بتكفي صيتك من قلبي وعيني على نبع المي ضمن برنامج مهرجانات دهور الشوير والمختربين، احتفالات وعدة نشاطات عم نشهدها، نشاطات للكبار والصغار. وبخمس الشهر عشاء قروي بامتياز على أنغام فيروزيات على الساعة 8 المساء. آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي وصلت عسى قطعت في العربية آخر أيامي
ضمن المهرجانات يلي عم نشهدها بكافة المناطق اللبنانية، محطة من ميروبا يلي عم تتحضر لاستقبال مهرجان السنوي الافتتاح ب 15 آب مع الفنان ملحم بركات. وبدك مليون سنة لا تعرف أنا مين، حتى تعرف شو بالي بدك جوز ملايين. وبدك مليون سنة لا تعرف أنا مين، بدك مليون سنة لا تعرف أنا مين، حتى تعرف شو بالي بدك جوز ملايين. وبدك مليون سنة لا تعرف أنا مين. قبل ما ارجع انتقل عند بيارات، بدي اذكر ضمن العروض الافلام الاسبوعيه اللي بتشهدها جامعه الانديو وباشراف اميل شاهين، اليوم عرض لفيلم فانتوم دو لا ليبرتي. مثل العاده بعد العرض مناقشه للفيلم. نرجع لعندك من جديد بيارات. المؤهل جهاد أبو زكي معنا من غرفة التحكم المروري لناخذ منه تفاصيل عن حركة السير لصباح يوم الاثنين. صباح الخير. ألو، أنا ما عم بسمع. نقطع الاتصال بهالوقت. رح نعمل جولة سريعة، عم نشوف بداية جسر سليم سليم وحركة سير ناشطة بسليم سليم بهالأثناء. أوتوستراد الزلقة ضغط على المسك الغربي المتجه نحو بيروت، ومثلث خلدي عم نشوف كمان حركة سير ناشطة بكل الاتجاهات. الاتصال رجع جهز، ومعنا في أذن المؤهل جهاد أبو زكي اللي رح ناخذ منه التفاصيل. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. تفضل عن تفاصيل السير ليوم الاثنين. ببدأ بالمدخل الشمالي، عم بيشهد حركة ناشطة مع بعض التوقف الخفيف. جوني عم تتروح ما بين جسر السرايا وصولا ليسوع الملك. منكفي على نفس المدخل الشمالي باتجاه بيروت، ما بين أنطلياس وصولا لنهر الموت، حركة كثيفة مع بعض التوقف. صالومي بوليفار سنلفير حركة ناشطة، ما في أي عوائق. أيضا السير القادم من الجبل الصياد باتجاه الحازمية، وبالعكس المدخل الجنوبي ناشط لكثيف بعض الأوقات باتجاه الأنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي. ضمن بيروت كورنيش المزرعة ناشط. جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم أيضا ناشط وكثيف بعض الأوقات. نعم. والمتحف باتجاه البربير وصولا وصولا لسكنة الحلو. نعم، هيدا لحركة السير. نعم. بالنسبة لحوادث السير اللي تسجلت بين امبارح واليوم، احصاءات حوادث السير التي نتج عنها اضرار جسدية، خمس حوادث خلال 24 ساعة نتج عنهم 10 جرحى. نعم. جبل لبنان حادث 4 جرحى، الجنوب 3 حوادث 5 جرحى، البقاع حادث نتج عنه جريح. توزعت الحوادث ما بين صدم واصطدام، اما الاسباب بتعود سرعة زايدة، مصدر الهاء. نعم. سائقين حديثو القيادة. نعم، شكرا لك المؤهل جهاد ابو زكي، وتحيه لعناصر غرفه التحكم المروري. فاصل ثاني ومن بعده تقاريرنا لليوم بتبلش. صباح الخير عن جديد. ما بقي امام الشعب اللبناني الا المؤسسه
بغياب الرئيس غاب الاحتفال عن عيد الجيش، إلا أنه تجلى بتمسك اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية كخشبة خلاص وحيدة. ومع بداية الأسبوع منترك لفياتنا المكومة على الطرقات وبزواريب السياسة يلي فاحت منها رائحة العفن، ومنرجع نتطلع صوب القضية الأم فلسطين. بعجقة سوريا واستنزاف الأخوة، مرت الأمة العربية بشعوبها وحكامها ومقاوميها المفترضين، مرور الكرام على مجزرة العدو الإسرائيلي بحرق الطفل الفلسطيني بنابلس. صمتنا يشبه ضجيجنا وانتصاراتنا الوهمية. ما بقي أمام الشعب اللبناني إلا المؤسسة العسكرية، فهي الضمان الوحيد للبنانيين بظل الانقسام العمودي بالبلد. أما السياسيين فمشغولين بتقاسم قالب النفايات وأبار البترول وصفقات التلزيمات، والواقع رائحة البلد نفايات والأرض مليانة نفايات، حتى البحر انردم بأكوام النفايات. ووطن النجوم حولته الطبقة السياسية المتوارثة إلى أكوام مكومة من الأوساخ. المواطن خجل من نفسه ومن السواح القلال يلي شرفونا، ومع مشهد النفايات السياحة هي الخاسر الأكبر. وأحدى شركات الطيران هددت بوقف رحلاتها إلى بيروت، ونسم يا هوا بلادي. تقرير للزميل خالد أبو شقرة. جرب زوري قد ما فيني تفادى القمامة، بس ما عم تزبط معنا. حرب الناس تهريبة يعني. شو نقصت الريح على القمر، بدي أكتر من كمامة. صار عن أي سياحة ممكن نتكلم وشوارع العاصمة غرقت بالنفايات؟ عن أي موسم اصطياف ممكن نحكي والمواطنين بيتنقلوا بالشوارع واضعين الكمامات؟ عن أي خطة تسويقية للقطاعات السياحية ممكن نكتب ونفايات لبنان احتلت الصدارة بعناوين الصحف العربية والأجنبية؟ واقع مستجد قضى بسرعة قياسية على أي أمل بتحسن الوضع السياحي بما تبقى من أيام الصيفية؟ أنا صدمت من المنظر. أنا طبيب بشتغل في دبي وبدرس هنا في بيروت. الحادثة اللي صارت، شفت سيارة مدفونة وسط الزبالة وصورت الصورة، منظر مضحك جدا. العالم مش بتيجي هنا للسياحة وبس، وللدراسة وللعلاج والأسباب كتير. فكنت أتمنى أن احنا نفصل الخلافات السياسية تماما عن الحاجات اللي ممكن تأثر على السياحة. والله أجينا وعلى أساس سياحة وننبسط، فهيك صارت كان في وسخ وكان في زبالة. كتير كنا عم ننزعج، خاصة يعني شيء ما حلو تشوف كل الناس لابسة كمامات، يعني منظر ما حلو. شيء بيخزي يعني. أنا أول مرة باجي لبنان. لبنان بحبها كتير، بس ما كنت أتوقع موضوع الزبالة. يعني النفايات بتخليك تقعد بغرفتك وما تطلع. يعني طلعنا اليوم بنزلة أبي طالبون بالحمراء، شفنا رايحة يعني كتير قوية، رجعنا يعني ما حبينا نطلع على البحر. يعني نحن ما أن نفس ننزل على الشارع الحمراء لحتى يجوا من برا. كسائح أنا مهزوم من العراق من النفايات، جيت هنا لقيت نفس النفايات وجيت نفس الوضعية، متعبان. ليش؟ إذا أنت تيجي الريحة تقتل الإنسان، من نمشي من نوصل للنفايات تصد خشومنا لين بيها، كلها أمراض تسبب للمواطنين. يعني الواحد من يريد يجي يشوف يجي، بعد ما يجي ولا يوصل. يعني تلاقين أكثرية السياحة اللي عم بيجي مثلا يقعد أسبوع يحمل يومين ويحمل حاله ده رايح. يعني ليه بده يجي وفيها متاح له أماكن أنظف من هون وأحسن من هون وكبيئة أحسن من هون؟ ما هو بيجي عشان جمال البيئة في لبنان. بظرف أيام دفع القطاع السياحي الفاتورة الأغلى، فتراكم النفايات ساوى بتأثيره السلبي الانفجارات والاغتيالات اللي شهدها لبنان بالأعوام الماضية، فتراجعت حركة المطاعم بأكثر من 30% وتدنى الإشغال الفندقي، كما وعمل السواح والمغتربين إلى إلغاء حجوزاتهم وامتنعوا عن السفر إلى لبنان. اللي حصل بالبلد كارثة ما مرقت قبل هلا. صحف الإعلام برا، المنشات تبع الجرايد عم تحكي عن الزبالة في لبنان. طلعت الريحة، مش ريحة الزبالة، طلعت ريحة القبض والرشوات والفساد. مين بده ياخد أكتر ومين بده يعطي أكتر؟ ولك أي شريعة غاب؟ الوضع في البلد ما فيك توصفه بشيء، لأنه ما في بلد في العالم مرق باللي عم يمروا فيه لبنان.
الآثار السلبية ما اقتصرت على السياحة بل تعدتها إلى الأسواق التجارية اللي عم تشهد بدورة جمود كبير، فالخروج من البيت والتنقل بالأسواق أو بالأحرى بين أكوام النفايات أصبح للضرورات القصوى فقط لا غير. بشكل عام خفيف الحركة بقصة النفايات أثرت علينا نفسيا حتى، وصار بيضطر الواحد أنه ما يطلع من بيته ليعمل الشوبينج تبعه، يعني صار منه من الأولويات. طبعا تأثرت على كل المناطق، انا واحد من صاحب المحل ما نزلت اخشب، ما بدي انزل افطر عشان السير على شيء فاضي، فكان فيك زبالي كنت اللي بدي صرت تربل، هذا حال البلد. لانه خاصه نحن محل بيبي فبطلوا يدهروا البيبي تبعولهم بهيك طقس وبهيك جو زبالي وميكروبات وفيروس. عم بتاثر علينا احنا اللي قاعدين هون، عم بتاثر علينا ما لنا جلاده صرنا نظهر ونروح ونيجي، كيف اللي بده يجي من برا؟ نحن بنيجي نحكي شخصيا، نحن بتكون ماشي بالشارع اذا في زبالي وهذا بتلاقي بتغير طريقه بتروح من تاني ميله. اكيد اكيد في ريحه ومناظر مش طبيعيه. مره جديده بيدفع الاقتصاد اللبناني ضريبه السياسه، وكل صرخات الهيئات الاقتصاديه ومناشدتهم السياسيين رحمه الاقتصاد ذهبت ادراج الرياح. تهلوا تحلوا ولا من يحزنون، لا اهتموا ولا سألوا ولا من يحزنون، ولا من يحزنون ولا من يفرحون، ولا من يقفلون ولا من يفتحون. من أزمة النفايات مننتقل هلأ إلى الوجه الحضاري وإلى بيبلوس، حيث أصلت ديفا الأغنية الفرنسية ميراي ماتيو بأمسية موسيقية ضمن فعاليات المهرجان لصيف 2015. نجمة الحب والحنين والرومانسية ميراي ماتيو قدمت أجمل الأغاني اللي أعادت الجمهور إلى زمن الأغنية الجميلة، وتقرير عنها الأمسية من تابع سوا. ميراي ماتيو رفيقتنا، نحن رفيقة الصبا تبعنا، بنتذكر ايام اللي كنا بعدنا صغار وحلوين، كنا كليك، نحن كليك كنا مبسوطين دائما نسمعها ونروح لمحل بتغني فيه. انا حضرتها بال 74 كان عمري 13 سنه، وهلا رجع احضرها مره ثانيه. هي نوستالجي، يعني بنحبها من نحن وصغار، بتذكرني بالماضي، يعني وعينا عليها وعشنا على اغانيها هي واريكو وازنافور. لما رح يعيد التاريخ بقى علينا نحن هالجيل، انا بحبها كثير كثير كثير. حملت بقلبها 50 سنه من العطاء ونقلتهم الى لبنان، حملت بصوتها حنين الماضي، ذكريات صبا، نوستالجيا، السنين الذهبية وتاريخ الأغنية الفرنسية. حملت معها أزنافور، جو داسان، داليدا، إديت بياف وكل أصدقاء الدرب. حملت أغانيها إلى بيبلوس، إلى الشعب اللبناني اللي أحبته من كل قلبها، فرجعت له من بعد غياب طويل. رجعت الفنانة المخضرمة ميراي ماتيو لتلتقي بشعب اشتقلها ونطر عودتها طويلا، شعب أحبها وكرمها على طريقته الخاصة، فأهدته بالمقابل بهالأمسية ميراي ماتيو واحدة من أجمل الأمسيات بتاريخ مهرجانات بيبلوس الدولية. صار لها 41 سنة ما اجت على لبنان، اخر اطلالة لها مع الجمهور اللبناني والجمهور الجبيلي بالذات كان بسنة 1974، فمن شاننا ومن شانها هيك في اكثر من فرح. سيتي اون ليجوند، شو بدنا نقول، مثل فيروز ومجدة الرومي وباسكال صقر بلبنان. بحبها كثير من انا وصغيره وبس تكون بحضرها. نحن اجرينا بيجعونا وفي كثير مثلي شفتهم، يعني فوق الستين والسبعين كلهم جايين تيحضروا ميراي ماتيو. كنا بايام جوناس وكانت هي طلعت وكنا كلياتنا مغرومين فيها. بين كل شيء في مطربين فرنسويين، الله يرحمها داليدا، بس لإلي بتعني لي كثير، بعدني لليوم بلحق لأخبارها وعندي كاسيتات لإلها.
بالرغم من بلوغها عمر 69 سنة، ولا السنوات ولا الظروف أثروا على أداء أو صوت ميراي ماتشو، فوقفت خلال ساعتين من الوقت أمام جمهور متعطش لصوتها وأغانيها، وقدمت له أجمل أغاني من Pardonne-moi ce caprice d'enfant, Acropolis adieu, Femme amoureuse, Non je ne regrette rien, Une histoire d'amour. بالإضافة إلى تأديتها مدلي من الأغاني باللغة الفرنسية، الإنجليزية، الصينية، الألمانية، الإسبانية وغيرهم. هي l'une parmi les rares qui ont formé la musique française dans les années 60-70. رامز ميراي ماتشو، نحن بعمر معين كلنا بنحبها، كثير حلو صوتها وبتذكرني من انفانس. بيخفي انه بتحب لبنان، تنحبها هيدا كثير حلو. في احلى من هيك؟ عايشين الصيفية عن جد بحقه حقيقة. حلوة الاجواء وكثير سياحة وكثير مبسوطين، جايين من كاليفورنيا ومبسوطين كثير وحلو كثير الفستيفال. وبروف اوني يعني احلى فنانين عم بيجوا والناس كلها مبسوطة. مدينة الحرف، مدينة الجمال، تراث، كل شيء هيك قديم حلو. بهالأمسية كل شخص كان موجود رجع بالتاريخ، رجع إلى أيام الصبا، إلى أيام الراديو، الكاسات والديسك، أيام لما كان إلى الأغنية فعلا تقل وأهمية، أيام ميراي ماتشو هالمغنية اللي طبعت تاريخ بأغنية وتسريحة شعر. شعراتها على ميراي ماتشو القصة معروفة باسمها يعني. Pardonne-moi ce caprice d'enfant Pardonne-moi, reviens-moi comme avant Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi Vous m'avez donné votre cœur Je vous offre le mien Car On m'a toujours dit Qu'en chantant avec son cœur On faisait chanter Biblos et le monde, et je crois bien, et le vivant, et je crois bien que c'est vrai. Car dès que je chante cette air-là, je ne sais pas très bien. فقرة أكتر بينتروها وهي فقرة كلمة اليوم، نتعرف على كلمة جديدة بهالتقرير من بعدها فاصل ونرجع. مارتينية بالزبالة وجايين من السويد إلنا كم يوم، زبالة بتعربها بس هشوف هذا الشيء قرف، كلهم قاعدين على كراسي ووزراء ونواب وما سائلين على الشعب بس يعني بشوف. بأوروبا نايلهم بتعربي لحال، الأكل لحال، التنك لحال، نحن جايين من السويد، هلا بياكل قتلة إذا بكب على الطريق. لا مني بياكل قتلة مني أنا، ما هيدي ورقة صدقني هيدي ورقة طارت هلا منه، لحقتها رحت جبتها لكبها بالزبالة، حضني حاطتها بالبيت رابطتها لحتى الله يفرجها على هالعالم، الله يعين هالشعب المعطر والله العظيم، بس الله يعين هالشعب، الله يهد هالحكام. شو بدي اقول لك؟ يعني ابني بجيبه عمره 12 سنة لعوده على هالبلد ويعرف هالبلد الأهل، قال لي جيب لي على هالبلد المكسرة الزبالة القرف، ما بدي اجي لهون. ديعانو منقول ما بدنا نجي، والله منطلع على التلفزيون قلبك بيعمل هيك، بس بتيجي مع الاسف ما سائلين على الشعب، هل قاعدين النواب والوزراء ما سائلين، ان شاء الله عمره الشعب ويموت. 15 سنه لي بالسويد، نزلت مره ويقول لي جوزي ما تنزلي باللبناني انزلي بالسويد، قلت له لا بنزل باللبناني، انا لبناني، لو بدي اكون عايشه 100 سنه بالسويد بدي انزل باللبناني، لبنان بيجني. ليك السويدي لما بيسالك انت من وين بتقولي له من لبنان، بقول لك لبنان، يعني بينبسط عن جد لانه بيسمعوا كثير، عن جد بيسمعوا كثير اشياء حلوه، يعني لا عن جد بينزلوا سياحه. انا كسائحه لا بنبسط كثير، بس اللي عايش بهالبلد الله يعينه الله يعينه. حبيبتي السويقه اذا واحد طلع عن الخط الابيض بيطرقوه زبط 700. انا اكلت زبط بس لانه هون ملك الزبون.
ايه والله شاط بس اذا ما حط هذا بتقولوا هون سنتور مدري شو نحن بقولوا البلتي 1700 كرون ما يعادل فوق ال 200 دولار لك شو بده يحكي والله عيب الواحد يحكي عن جد الدورة قلت له ما تفوتي باللبناني والله العظيم ما عم نفتري او عم نجي شيء مجامله وصلت على الامن العام اعطيتهم باسبوره قالت له مدام وقفي على جنب 10 دقائق وحطيت لها الباسبور على الطاوله خبطته هيك ووقفت صارت تعيط وتصرخ ليش وقفتوني جاي على التليفون مرق الاجانب قالت له انا لبنانيه 5 سنين ما جاي على بلدي بدك مرق الغريب هلا بتفوت بالسويدي قالت اعطيني اللبناني قالت له ما بعطيكم اللبناني بس تعملوا لنا قيمه بقى بفوت باللبناني والله العظيم ليكي قال لي والله ما بقى انزل على هالبلد قلت له بدي انزل كل سنه بدي انزل ليكي لا 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 لبنان كل شيء حلو بلبنان اوروبا ما في منها هيدي زهق ملل باوروبا بس في امان استقرار حكمه ببلاش مدرسه ببلاش بدك تتعلمي خدي وروحي اتعلمي شو بدك احسن من هيك وما حدا بيموت من الجوع هون طالع بترول بكره بيقتلوا بعضهم بيحطوهم بالجيب وشو العطر على الشعب حكامي يقتلوا بعض يقبروا بعض يفتصوا بس مش الشعب انه الشعب المعطر الله يعينه امبارح نزيد بس هيك على المناره شويه صغيره لقيتها قد الدنيا لانه بالسويد ما في ما بتلاقي عالم لنص الليل هيدا لبنان حلو لبنان ديروا بالكم على لبنان يا جماعه ديروا بالكم واللبناني برا كلهم بيحبوا بعض ما حدا بيسال انت مين انت من وين شو جنسيتك ما في الا هون مقبورين على قلبهم بيسالوا يعني بشوم على هالحكام لك شو بدك بعد ما تخليني احكي ما بخلص لبكره اي ديروا بالهم على لبنان لانه لبنان بجنن عن جد بجنن لبنان حبوا بعض ديروا بالكم على لبنان لانه عن جد لبنان ما في منه كل شيء بيفسد بلبنان عن جد كلمه اليوم ديروا بالكم على لبنان وحبوا بعض ويا زعمة يا رؤساء بلا هالطائفية لك عدو كل لبنان ما في مثل صغير يا عيب الشوم حبك يا لبنان يا وطني بحبك اليوم راح نطل على أسطورة الغناء بوب مارلي كما شفتوا وراح نطل على بوب مارلي انطلاقا من الحدث الأدبي الأكبر يلي بينتظروه الكتاب باللغة الإنجليزية على أمل أنه يدخلوا بالمنافسة ويحصلوا على جائزة معنوية ومادية قيمة هي جائزة المان بوكر برايس المنافسة الفعلية على هالجائزة لسنة 2015 بدأت الأربع الماضي لما تم الإعلان عن القائمة الطويلة لهالجائزة أو جائزة المان بوكر للرواية باللغة الإنجليزية وضمت هالقائمة 13 عمل أدبي طبعا الوقت ما بيسمح أني أحكي عن هال 13 رواية لهيك بالأيام المقبلة رح جرب أني سلط الضوء على كل رواية بروايتها اليوم رح أبدأ مع رواية بعنوان A Brief History of Seven Killings للكاتب مارلون جيمس من جامايكا ليش اخترت أبدأ بهالرواية بالتحديد لأنه هيدي أول مرة يرشح لها الجائزة كاتب من جامايكا الرواية ارتكزت على حادثة محاولة اغتيال بوب مارلي يلي حصلت فعلا خلال فترة السبعينات وبهالفترة كانت مرت جامايكا بفترة توتر كتير كبير بين حزب العمال الجامايكي والحزب القومي الشعبي ونتيجة لهالتوتر والتأزم لجأ الحزبين لتجنيد العصابات المحلية من أجل خوض حرب مع اشتداد هالتوتر قرر بوب مارلي بهذاك الوقت وبالتحديد بالعام 1967 وبحسن نية أنه يقدم حفلة خيرية بمساندة من الحكومة الجامايكية قوى المعارضة بهذاك الوقت ما عجب الأمر واعتبرت أنه نية بوب مارلي هي تأييد الحزب القومي الشعبي يلي كان حاكم ونتيجة لهالشي تعرض بوب مارلي لمحاولة اغتيال نجا منها ولكنه
أصيب بجرح بصدره وذراعه، ولكن بعد هالحادثة بيومين أصر بوب مارلي على إتمام الحفل، وهيك وبنهاية السنة قرر بوب مارلي أنه يسافر إلى لندن ليستقر فيها كمنفى اختياري بعيدا عن التوتر الحاصل. إذن من هالحادثة بالتحديد، حادثة اغتيال أو محاولة اغتيال بوب مارلي، انطلق الكاتب ليفتح النقاش حول قضية العنصرية والانقسامات الطبقية بجامايكا والعلاقات السياسية المعقدة بين الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. وعلى امتداد 700 صفحة اختصر جيمس 3 عقود من التاريخ الجامايكي، استحضر الضجة اللي رافقت انتخابات العام 1976، حرب العصابات المدعومة من CIA وارتفاع نفوذ تجار المخدرات. إذن A Brief History of Seven Killings هي رواية بتقدم حقائق جدا مهمة، وهي من لما صدرت بالعام 2014 حازت على اهتمام وإعجاب نقدي كتير كتير كبير ولافت، لدرجة وصفت هالرواية بالضخمة ووصفت بالأسطورية، وأول مرة رواية توصف بالأسطورية. نعم. مريم، هل فينا نقول بأنه هالرواية هي عن بوب مارلي؟ هل هي قصة حياة بوب مارلي بشكل رواية؟ لا، بياريت يمكن واحد بيتخيله أنه إيه معقول تكون قصة حياته، بس لا، رواية منا رواية بوب مارلي بالتحديد. الرواية فينا نوصفها بالتاريخية، منا سيري ذاتية. انطلق مارلون جيمس من قصة بوب مارلي، بعدين شعر بأنه بيقدر ينطلق من هالقصة ليختصر 30 سنة من تاريخ جامايكا. جيمس ما كان مهتم بحدث الاغتيال بقدر ما كان مهتم بالأشخاص يلي حاولوا الاغتيال وقاموا بافتعال هالحدث يلي هو أكثر حدث صادم كان بتاريخ جامايكا. بوب مارلي كان أيقوني، يعني ما كان لازم حدا يدق فيه بهداك الوقت. ومن هون حاول الكاتب يتخيل شو يلي صار بهالأشخاص يلي حاولوا اغتيال بوب مارلي، ليش أو كيف قدروا يهربوا من صفحات التاريخ، ليش كان بدهم يرتكبوا هالجريمة الرهيبة، وشو صار من بعد هالحادثة. كل هالتحقيق حول أسباب الحادثة وتداعياته شكلوا انطلاقة لحتى يقدر يختصر جيمس بهالرواية 3 عقود من تاريخ جامايكا، يعني من أواخر الستينات لحتى أواخر التسعينات. نعم. مريم، الرواية وصفت بالضخمة، هل فينا نقول بأنه حظوظ مارلون جيمس كبيرة بنيل جائزة المان بوكر هالسنة؟ نعم جوال، أول شيء خليني أقول أنه هالجائزة تمنح لروائيين بيكتبوا باللغة الإنجليزية مهما كانت جنسياتهم، ومن بين المرشحين السنة كاتبة كمانها أول مرة من أصل مغربي، وكمان كاتب من نيجيريا كمان أول مرة بيدخل على اللائحة، والهند، نيوزيلندا، إيرلندا، الولايات المتحدة وبريطانيا. الأربعة تم الإعلان عن القائمة الطويلة، ب 15 سبتمبر تعلن القائمة القصيرة للجائزة يلي رح تضم 6 أسماء، وب 13 تشرين الأول بتم الإعلان عن اسم الفائز. الفائزين بهالجائزة من سنة 1969 لليوم هن أسماء يعتبروا عمالقة بمجال الأدب. مارلون جيمس عم بيتم تداوله على أنه هو من أصحاب الحظوظ الكبير لنيل جائزة المان بوكر لهالسنة، إلا إذا تم استبعاده ومعقول يتم استبعاده لاعتبارات مثلا مثل أنه هو جامايكي. ودائما يحكى بأنه بهالجائزة الأولوية دائما بتكون للبريطانيين أو الأمريكيين أو الأستراليين، لأنه هي نشأت بالأساس ببريطانيا. نحن بنتمنى له توفيق لمارلين جيمس. بس بالحديث عن بوب مارلي، مريم، أنا بقترح نهار الجمعة تحكي عن فيلم مارلي للمخرج كيفن ماكدونالد. خلص. هو فيلم كتير مميز، وهيك بناخد فكرة كمان عن حياة بوب مارلي وبنسمع أغاني حلوة. كتير منيح، عم بتساعدك بالخيارات نهار الجمعة. أنا عطيت فكرة، أنا هيدا اقتراحي. خلاص مريم، بنشوفك التنين الله. لا، الأربعة التنين، الأربعة ضيعنا. نحن رح منكفي بحلقتنا ومننتقل هلأ إلى الندوة الحوارية يلي نظمتها رابطة أصدقاء كمال جملات لتناول موضوع الاتصالات بلبنان. أبرز ما ضمنت هالندوة يلي استضافت وزير الاتصالات بطرس حرب، منتبع سوا بهالتقرير. Thank you.
كان عم حادث الوزير لخص له شو بدي اطرح من المواضيع. انا اطرح التليفون مرتين مع وزير الاتصالات، فشو هالاتصالات الجبارة اللي نحن موجودين فيها، والاتصالات اليوم بدون ما في شغل، ما في شغل حقيقي. بعد ما كان لبنان السباق بإنشاء قطاع الاتصالات الخليوية بالعام 1994، أصبح اليوم وبعد مرور 21 سنة الأسوأ بهالخدمة، إن كان من حيث النوعية السيئة أو الكلفة المرتفعة. الأمر اللي دفع برابطة أصدقاء كمال جنبلاط إلى تنظيم ندوة حوارية عن قطاع الاتصالات بلبنان، فاستضافت وزير الاتصالات بطرس حرب وأدار الندوة الخبير الاقتصادي مروان اسكندر. المشاكل بشكل عام المواطن عم بيواجهها بقصة الاتصالات نعرفها كلنا، يعني كلنا عم نعاني منها وكل اللبنانيين عم بيعانوا منها. المهم هي إنه في خطة، وهالخطة هيدي اللي أعلنها الوزير، بهمنا أنه نعرف شو هي الخطة، ونعلم أن مشكلة الاتصالات هي مشكلة مزمنة في لبنان، وقد عالجناها سابقا قبل سنة، ونعود اليوم لنعالجها من جديد لأنه لم يحصل جديد خلال هذه السنة. هذه الندوة تأتي بالتوقيت الصحيح من حيث إثارة هذا الملف المهم وأيضا المرتبك منذ فترة طويلة. خضعت قطاع الاتصال لتجاذبات كبيرة، أثرت هذه التجاذبات السياسية على مستوى الخدمة. بنعرف على أنه إذا بتتحسن الاتصالات تتحسن العجلة الاقتصادية والعجلة التربوية وكل الأمور اللي مرتبطة فيها. حملت الكثير من الإيجابيات، فبالرغم من الصعوبات اللي واجهت وزير الاتصالات سواء من جهة بعد الإدارة عن المشاريع أو لجهة سوء تنفيذ أغلبية المشاريع السابقة، استطاع الوزير وضع خطة خمسية لتطوير القطاع بما يتلائم مع متطلبات العصر. طلعنا الأمل كبير، عندنا خطة متكاملة طرحناها وطلعنا بتنفيذها، يعني وبعتقد انه ما لها علاقه بالعقبات السياسيه وماشي الحال، وان شاء الله قريبا جدا يعني ببلش تنزل على الارض نتائج الخطه، وخلال سنتين بيكون موضوع الخليوي الحل في لبنان، كنا عندنا 4G بكل لبنان، وخلال 5 سنوات تدريجيا بنكون وصلنا للفايبر اوبتيك الالياف الضوئيه في كل لبنان. بال 2017 رح يكون لبنان من الدول اللي بتستخدم تقنية الجيل الرابع على كامل مساحته الجغرافية، الأمر اللي رح ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى قطاع الأعمال والمؤسسات اللي بتعتمد التكنولوجيا الحديثة. جمعة رئيسة جمعية حرمون ماراثون، أهلا وسهلا فيك يا عايدة. أهلا وسهلا. كنا هلأ المشاهد اللي عم نشوفها من ماراثون السنة الماضية، نعم. مشاهد أول شيء هي من الجنوب، نعم. من مرجعيون حسبية، مرجعيون حسبية. أوكي، كنا عم نحكي تحت الهواء تاني سنة عم بتنظموا ماراثون بيتنقل بين مرجعيون وحسبية، كنت عم تحكي عن الإصرار اللي أنت عندك، يعني عم تقولي لنا الدولة مش قادرة تقيم بالمناطق، نحن بدنا نقيم بمناطقنا. مزبوط.
أول شيء بس بدي أحكي عن قصة ماراثون. ماراثون يعني 42 كيلو فاصل 195 متر، يعني بدنا نوضح عن ميني ماراثون. ميني ماراثون نعم، يعني اللي هو سباق حرمون. السنة الماضية أطلقنا سباق حرمون اللي كان تقريبا 6000 شخص مشاركين من كل لبنان، من كل الأندية، من كل من الجيش، القوى الأمن. 6000 شخص، يعني مشاركة كتير كبيرة كأول سنة. نعم لأول سنة، والسنة توقعاتنا 10-15 ألف مشارك يكونوا موجودين، منهم عدائين ومنهم يجوا بقرية حرمون يتسوقوا منتجاتهم البلدية، رح نحكي عنها شوي. نعم هلا رح نحكي شوي عن سباق حرمون الثاني اللي هو فيه الواحد كيلو، 5 كيلو، 10 كيلو. العشرة كيلو أكيد للعدائين المحترفين وفي فئات عمرية، والخمسة كيلو الفان ران، والوان كيل اللي بيركضوا مع اهلهم الاولاد، لانه بدنا نبلش نعود الاولاد الصغار من هن صغار يقدروا يشاركوا بهذا السباق، حتى لو بالبوسات، حتى لو بالبوسات، حتى لو بالبورت بيبي، يعني بيقدروا اذا حاملينهم هيك للبيبي. من هيك اسمها فان ران. وي فان ران مزبوط، فان ران والران وذ بارنتس. طب خلينا نرجع لاصرارك على انه تعملي نشاط بمنطقه مرج عيون. بدك ضلك تقولي مرج عيون، مرج عيون حصبية، ما تزعلي لانه هن بيزعلوا مش انا. anyway, نحن جمعيه حرمون ماراثون السنه الماضيه انطلق هيدا النشاط قبل ما تتاسس الجمعيه، بس شافوا وزاره الشباب والرياضه هالجمعيه عملت نشاط حلو ومرتب وفعال للمنطقه، لانه هي هالمنطقه بحاجه لهيك نشاطات رياضيه لتجمع كل اهل المنطقه مع بعضها. فاخذنا علم وخبر من وزاره الشباب والرياضه وهن حدنا وداعميننا، أطلقنا السنة هيدا سباق حرمون الثاني ب 16 آب 2015، وبدعي كل اللبنانيين من كل المناطق يجوا يشاركوا بهيدا السباق، لأنه هيدا السباق عنوانه يلا نركض للتغيير، يلا نركض للتغيير لنغير نحن بتفكيرنا لحتى نرجع، لأنه المنطقة بحاجة لأهلها يقوموا يعملوا فيها هاي النشاطات، بحاجة لنشاط يتلاقوا كل أهل الضيعة مع بعضهم. في نشاطات هايكينج، أنا بعرف أنه بمنطقة حرمون بجبل الشيخ نعم. في كتير يعني كل ويك أند في كتير تجمعات بيروحوا بيقصدوا هالمنطقة وبيزوروا، يعني هو مثل نوع من الإيكوتوريزم، بتكون يمكن نشاط بيئي وبنفس الوقت رياضي. نعم في انشطه كثير بتصير بالمنطقه فوق، بس هذا النشاط قدر يجمع اهل المنطقه كلها، اهل الضيع، يعني عندك 30-40 قريه بالجوار بقضاء حصبية ومرج عيون ورشيا الوادي، بس السنه الماضيه اجوا من سور، من صيدا، من طرابلس، من بيروت، من بعلبك، من كل لبنان اجوا الانديه لحتى يشاركوا. على فكره هذا النشاط او هذا السباق هو برعايه وزاره الشباب والرياضه او معالي وزير الشباب والرياضه وبالاشراف اللجنه الاولمبيه وتحكيم الاتحاد اللبناني لالعاب القوى اللي هن عن جد واقفين حدنا كثير، حتى اللجنه الاولمبيه استاذ مازن رمضان كثير دعمنا واقفين اصلا حدنا. هن يعني بوقوفكم حدكم اكيد بيعطوا مصداقيه كبير لسباق حرمون. عايدة كم عداء تسجل لهلا؟ نحن هلا عنا من اليونيفل تقريبا 100، لانه اليونيفل مشاركين القوى الامن، الجيش اللبناني، امن الدوله، الجيش وقوى الامن. عندنا تقريبا هلا من القرى منطقه حصبية ومرج عيون تقريبا 1200 اسم هول بالفان ران، وعندنا هلا ببلشوا يجونا يعني هلا هاليومين ثلاث ببلش يجي من نادي فينيقيا، سور، الانتر ليبانون، الاليت كلاب، حتى في انديه بقلب المنطقه فوق مثل نادي الجبل بحصبية تقريبا 200 شخص لل 250 بيجي من نادي الجبل. في عندنا كمان نادي الاليت جانات السعيدة هي المدربه تبع النادي بمرج عيون بالقلايعة كمان جايين يشاركوا، كل الانديه، كل اللبنانيين الموجودين بالمنطقه فوق القرى رح ينزلوا، اذا ما شاركوا بالسباق رح يكونوا موجودين ومشاركين بقريه حرمون. تبع عيد هذيك السنه كان في مش بس هو نشاط رياضي، يعني كمان نشاط سياحه اكثر، عم بتعرفوا العالم على يمكن محلات مش زايرينا وكتار مش زايرين بعد منطقه مرج عيون. قد ايه حسيت اعطيته هيك نبض للمنطقه؟ في كتير اكيد، لانه دائما الانشطه الرياضيه اللي هي اهدافها انمائيه سياحيه تراثيه، خصوصا اهل البلد هن كانوا عارضين منتجاتهم وكان في مشاركه يعني لهم. نعم هلا مثلا في هذاك اليوم عم يحكوا انه في ناس من قلب الضيعه ما بيعرفوا بعض، السنه الماضيه تعرفوا على بعضهم بسباق حرمون، يعني سمعتها من كثير ناس. انا اذا بقول لك قد ايه صرت بعرف عالم من ورا سباق حرمون، والعالم كلها بتتلاقى وبتعرف على بعض. نحن بحاجه جوال عن جد عمل
يقدر يجمع هاللبنانية، ما فرقته السياسة، عمل رياضي بيجمع. مشان هيك أنا عن جد بشد إيدي على كل اللبنانيين أنه قد ما فيكم كتروا وكثفوا من هالنشاطات الرياضية اللي هي بتقدر تجمع كل اللبنانيين، وبكفي قديش زرعنا الفرح بقلوبهم. يعني هو مش بس نشاط رياضي، لأنه في قرية حرمون بدنا نحكي كمان، هو السباق خلينا نقول عايدة ب 16 أب بس، نعم. 15-16 أب كمان بالخان، بسوق الخان، نعم. رح يكون في قرية حرمون. قرية حرمون نحن سنة الماضية كان عنا تجربة صغيرة مع أشخاص من المنطقة، كانوا عم يعرضوا منتوجاتهم اليدوية المونة البلدية، فاجت عم تقلنا انه كتير بعت كتير منيح، يعني انا كل السنة اللي بيوم بعتهم باربع ساعات. فاجت الفكرة انا ونيلة اختي قلنا ليش ما بنعمل قرية حرمون من وسعة، اطلقنا عليها اسم قرية حرمون اللي هي موجودة بسوق الخان، وجبنا من كل القرى اتصلنا فيهم وقلنا لهم حتى يجوا يعرضوا منتجاتهم البلديه والحرفيه بسوق الخان، لان سوق الخان هو من اقدم اسواق لبنان. كتير حلو، يعني بعود تاريخه لل 1360 لما انبنى، وفي هو الخان هلا عم شوف مش... نعم هيدا سوق الخان، هون محل ما بده يصير السباق هلا يمكن قطعوا، ايه هيدا الخان، هيدا الخان القديم، وهول الارميد الاحمر هول اللي حيصير فيهم قريه حرمون. يعني كل قريه رح نعطيها كيوسك ونعطيها طاوله ولتعرض منتوجاتها البلديه، وكلها مجانا، نحن ما عم ندفع العالم ابدا، يعني لحتى نشجع هيدا العمل، والسنه الجاي ان شاء الله بنلاقي سبونسرز لهيدا العمل لحتى نكبر اكثر. ولا المشاريع كمان اللي عم بتفكري فيها هي نشاط بمنطقه الجرمة والعيشيه، كنت عم بتقول نعم خبرك ليه، لانه انا وطالعه على الهبريه ضيعتي بمرق من الجرمة، لانه فتحوا اوتوستراد جديد وهيك شو اسمها النباتيه فرمان، نعم اوكي. مرقنا بالجرمة، كل ما نمرق من هونيك بقول لاختي شو حلوه هالمنطقه، خرج سايكلينج، خرج مشي، خرج على العيشيه، ما شفت، ما رحت على العيشيه، جواز بدها بالعيف الدور تتوصل على العيشيه، ما سقط راسها ان شاء الله بنمرق بكل لبنان وبنوصل على كل هال، ونحن مستعدين جمعيه حرمون ماراثون نساعد كل العالم بتنظيم سباقات بمناطقهم، لانه عندنا هيدا الشغف والحب العطاء، ليش ما قادرين نعطي وعنا قدرات وجهزية بدنا نعطي. نحن أنا بدي أقول شغلة، حرمون ماراثون عنوانا إذا بتطلع عليها هي دعما للسياحة والتراث على طول، لأنه نحن منطقتنا منطقة سياحية بامتياز وبحاجة وبحاجة، لأنه إذا بتروحي بتشوف مغنت للسيدة فيروز، يا قمر مشغرة، يا بدر وادي التيم يعني هي وادي التيم محل ما عم بصير كل هيدي الأنشطة اللي عم نحكي عنها، كلها مزروعة بأعمدة وهياكل فينيقية ورومانية، فيها الجوامع والكنائس، بكفيك أنه جبل حرمون اللي تجلى السيد المسيح على قممه فوق. فنحن هاي المنطقة بتعني لنا مش بس أنه تراثيا وسياحيا واقتصاديا، بتعني لنا لأنه كلها مزروعة زيتون، يعني بتشوفي بيحملوا غصن زيتون للسلام، فكيف إذا كانت أرض مزروعة كلها بالزيتون، يعني قديش هي أرض السلام، أرض المحبة، أرض العطاء. نحن بندعي عن جد يعني هلا كل عم تحضروك انت جيشت العالم اكيد عايده يطلعوا على حرمون يشاركوا بهالسباق، في فنادق بتستقبلون بما انه في حجزناهم كلهم الفنادق، بس نحن بيوتنا وقلوبنا مش قلوبنا ما حنقدر نحطهم بقلوبنا بس بيوتنا مفتوحه لكل اللبنانيين، يقولوا لنا نحن ما لقينا، ما في اوتيلات، عن جد حجزناهم كل الاوتيلات لانه واصلا منطقه فوق هلا كتير فيها اعراس ومناسبات. نحن ليش هيدا الديت حددنا نعمل هيدا السباق؟ كل اللبنانيين هلا عيد السيدة بيكونوا وبيكون عيد السيدة، وقلنا كل اللبنانيين المغتربين بيجوا على ضيعهم بهالوقت بهالويكند. نعم نعم، نحن عيد جمعة نتشكر حضورك معنا باستوديو اخبار الصباح، تحية لإلك ولكل الاشخاص اللي بدهم اكيد يشاركوا بسباق حرمون. شغلة أخيرة وسريعة جدا بليز، بدي أدعي كل اللبنانيين يطلعوا ب 15 و16 آب على سوق الخان منطقة حصبية مرجعيون، بليز يشتروا مونتن البلدية كلها من فوق، لأنه عن جد العالم عم تعمل جهد لكذا كشك زعتر كل شيء، الكبيس، الزيت، الزيتون، كل شيء مونة، ما تروحوا على السوبر ماركت، روحوا على قرية حرمون اشتروها. فينا بس اشكر هيك سريع ما انت العلم مش سريع بدي اشكر بلدية مرجعيون، جديدة مرجعيون، السيد أمل حرامي والسيدة ريما حراني، بدي أشكر اتحاد بلديات العرقوب وكل بلديات العرقوب
بدي أشكر بلدية حصبية، بدي أشكر شركة الكهرباء حصبية. نعم. سيد فؤاد، بدي أشكر كل صليب الأحمر والجمعية. لألك منشكرك كمان لأنه عم تقومي بهيك مبادرة بمنطقة عن جد بحاجة لهيك مبادرات. رح نكمل حلقتنا والمحطة هلأ من مهرجانات أعياد بيروت يلي ضمن فعالياته من أمسيات موسيقية من لبنان والعالم. كانت أمسية موسيقية لفرقة أنجلز أند جوليا ستون، قدموا خلالها مجموعة من أغانيهم القديمة يلي نالت شهرة عالمية. تقرير. سهرات مهرجان أعياد بيروت بعدها عمراني، فمن حفلة إلى أخرى عم تتزايد أعداد الجماهير المحبة للسهر والفرح، وعم تختلف الوجوه الفنية يلي عم تحيي هالمهرجان. فهالمرة من أستراليا، حيث أحيا النجمين العالميين أنجس أند جوليا ستون السهرة السادسة من سهرات أعياد بيروت بحضور محبي الروك يلي كانوا بالانتظار وأشعلوا السهرة بالرقص والغناء. اليوم عندنا أنجس وجوليا ستون، هيدي الحفلة الخامسة أو السادسة يمكن بعيد بيروت. الحمد لله مثل ما شايفه سولد اوت الحفله، الجمهور بالمعدل بين ال 16 وال 20 شباب مبسوطين جايين ينبسطوا ويتمتعوا اليوم. بالمجمل عيد بيروت السنه كان رائع، رغم شويه الزباله اللي حطونا اليوم على المداخل، بس مش مشكله، العالم عم تتخطى الشغله وعم تيجي بتنبسط. واذا بتقولي بعد شوي بالكاميرا حتشوفي العالم كلها مبسوطه وجاي تنبسط بالحفله. هالفرقة يعني ما توقعنا تجي لبيروت لهون، فكتير انبسطت انه لبنان كتير مع الوقت عم بيجي عليه انه باند كتير منحبهم وبيروت دايما لقدام. كتير مهم انه نحن نشجع كل شيء خاصه باللايف performances ولايف باندز بلبنان، لانه صغيرة السن تبعيتنا ولازم تكون اكبر. انا الموسيقى كتير بحبها وانا من عالم صغير بسمعها، الموسيقى بحبها وبحب تنتشر ببيروت، ونحن كثير مبسوطين انه عم يجيبوا هيك باندات على لبنان. أنجس وجوليا هني اخوين ولدوا باستراليا وتميزوا بالغناء الشعبي والتقليدي وبموسيقى الروك، حصدوا شهرة عالمية وجمهور شبابي واسع بالغرب وبالشرق، وببيروت كان عندهم جمهور كبير. I really like this kind of music and especially Angus and Julia Stone because they bring sadness with love at the same time in their music with some poetry too. It's my favorite band, Angus and Julia. They're very relaxing, they're very different عن كل الكونسرتس عم بيكونوا بلبنان. It's very nice ونحن اصلا we like this band a lot يعني. So hopefully they don't need you, يعني. And it's very good how people from outside of Lebanon are coming here because then it raises awareness for the other countries. They can see you know what's Lebanon and it's not like what they think it is. And everyone's coming together to see them and it's really nice. Really a big fan of this kind of music, but I came here just to have fun with my friends. So and I know it's good music. كانوا على طول بيروت يعني جو بالعان وجو حلو والعالم بتضل بتحب تعيش. بيروت بتعقد دايما، فهذا أهم شيء ولا يخلي لبنان. مع أنجس وجوليا ستون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بكره اكيد حلقه جديده على الساعه 7:30، كونوا معنا. باي.